أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن فشل الجهود المبعوث الأممي في عقد المشاورات بجنيف. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث فشل جهود إقناع وفد ميليشيا الحوثي بالحضور إلى مشاورات جنيف. وأكد جريفيث في مؤتمر صحفي أنه سيذهب خلال الأيام المقبلة إلى مسقط وصنعاء للتحضير مجددا للمحادثات. إلى ذلك حمل وزير الخارجية خالد اليماني الطرف الانقلابي مسؤولية فشل مشاورات جنيف، وأوضح اليماني الذي يترأس الوفد الحكومي أن المشاورات فشلت بعد تخلف الحوثيين عن الحضور واستهتارهم بفرص السلام. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: ما أسباب فشل جهود المبعوث الأممي في عقد المشاورات في جنيف؟ وما أثار فشل عقد المشاورات على الوضع العسكري في البلاد؟ نتابع التقرير ثم نبدأ نقاش مع ضيوفنا. انتهت كما بدأت وكما هو متوقع لها، مشاورات كسابقاتها بلا نتائج ولا جديد فيها. وفد اشترط ليعرقل وآخر حضر ليعود، وما بينهما مشاورات فشلت وأخرى تالية بانتظار فشل قادم. حركة أنصار الله كانت راغبة في المجيء إلى هنا وأرادت أن تأتي، لكننا لم نجد الظروف الملائمة لإقناعهم بالمجيء إلى هنا. حيث أعلنت الأمم المتحدة تأجيل مباحثات جنيف بعد يوم من الزمن المقرر لها في السادس من الشهر الجاري بسبب مماطلة ميليشيا الانقلاب عن الحضور واشتراطها نقل مجموعة من الجرحى من مسقط إلى صنعاء، وهو ما فسر من قبل الشرعية كتهرب من حضور المباحثات. تأجيل المحادثات بدون تحديد الطرف المعرقل جعل وفد الشرعية يعلن استياءه من الموقف الأممي، وانتقد خالد اليماني رئيس الوفد في مؤتمر صحفي سلوك المبعوث الأممي متهما إياه بترضية ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأنا أرى أيها السادة إن تصريحات المبعوث الخاص التي أدلى بها للتو كانت مع الأسف تعمل على ترضية الجانب الانقلابي والتماس جميع الأعذار له فيما كانت تصريحات السيد مارتن جريفيث معنا ومع بقية الشركاء تعبر عن عدم الرضا لهذا السلوك غير المبرر. اليماني اعتبر حضور وفد الحكومة تأكيداً على حرص الشرعية لإنجاح عملية السلام، واصفاً الموقف الحوثي بكونه استهتاراً بالأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة بدت غير مستاءة من تمنع ميليشيا الحوثي عن الحضور، بل ظهر المبعوث الأممي كمحام عنها ومبرر لاشتراطاتها، مما أكد الشكوك حول تحركاته، خصوصاً مع تسمية وفد الميليشيا بوفد صنعاء، وهو ما بدا متناغما وفق مراقبين مع تسمية تقرير الخبراء الدولي لميليشيا الحوثي بسلطات الأمر الواقع. من أجل إقناع الوفد الحوثي للمجيء إلى هنا، أرادوا أن يأتوا إلى هنا وسيأتوا إلى هنا. تستمر ميليشيا الحوثي في إفشال فرص السلام، وبينما كان هدف مباحثات جنيف صياغة إجراءات بناء ثقة بين الأطراف، إلا أن ضبابية المبعوث الأممي أفضت إلى أزمة ثقة جديدة بين الشرعية والمبعوث الأممي الذي بدا مستعدا لجولات قادمة تبدأ من صنعاء كما قال. مجددا أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن ينضم إلينا الآن من مسقط الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الدكتور عبدالله الغيلاني. دكتور، إذن هناك من يقول أنه بالإمكان الحديث عن فشل مشاورات جنيف، أنت كيف ترى ما جرى؟ هل كان هناك إخفاق في التمهيد إلى هذه المشاورات أم أن الأرضية لم تكن صالحة من الأساس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا الضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أحسب أن المسألة لا علاقة لها بالترتيبات اللوجستية، وكل ما ذكر عن أن هذه المفاوضات قد تعثرت لأسباب فنية وأسباب متعلقة بالتمهيد والإعداد وإعطاء ضمانات لهذا الوفد، وذات كل ما ذكر حول هذه المسائل إنما هو تشويش لا علاقة له بجوهر المسألة. جوهر المسألة كما ذكرت في لقاء سابق يعود إلى أن الأرضية لم تتوفر بعد إجراء محادثات ناضجة يمكن أن تفضي إلى تفاهمات سياسية ذات جدوى. يعني نحن في هذه المرحلة تحديدا
يعني على المستوى السياسي، على المستوى الاستراتيجي، لا يوجد يعني معطيات يمكن أن تعين أو تساهم في إنجاح هكذا مفاوضات. جرت مفاوضات قبل ذلك في الكويت وفي مسقط بشكل مباشر أو غير مباشر، وكانت الظروف الجيوسياسية آنذاك يعني أفضل مما عليه الوضع الآن، ومع ذلك لم أيضا تلك المفاوضات لم تفضي إلى شيء، ويعني أخفقت. فمن باب أولى أن تخفف يعني هذه الجولة من يعني المفاوضات. أنا أحسب أن الطرفين سواء الحكومة الشرعية أو الحوثيين يعني يقومان بتفاوض بالوكالة. هذا التفاوض ليس بين حكومة هادي وبين الحوثيين، وإنما هو بين الوكلاء الإقليميين، الوكيل الإقليمي التحالف المملكة العربية السعودية والإمارات، وهي الظهير يعني الاستراتيجي للحكومة الشرعية، وإيران وهي الظهير الاستراتيجي للحوثيين. وبالتالي يعني ما لم تجري تفاهمات بين يعني الوصلاء في هذه الجولة من المفاوضات، فلا جدوى يعني عن الحديث عن مفاوضات بين حكومة الرئيس هادي من جهة وبين الحوثيين من يعني جهة أخرى. انظر إلى ما يجري على الأرض، هناك أزمة إنسانية طاحنة، هناك تعثر في العمليات العسكرية، وأنصاف انتصارات سواء في تعز أو في الحديدة أو في غيرهما، هناك تعثر في يعني المسارات السياسية. وبالتالي نخلص إلى القول أن الظروف السياسية لم تنضج بعد للحديث عن تفاوض سياسي يمكن أن يفضي حتى ولو إلى تفاهمات أولية. بطبيعة الحال المبعوث الأممي إلى هذه اللحظة لم يعلن عن رؤية سياسية أو عن رؤية متماسكة حول هذه العملية من التفاوض، وإنما الحديث يدور حول فقط يعني الانتصار أو أقصى ما يطمح إليه المبعوث الدولي أو يعني الأمم المتحدة، وأن يجمع الطرفين، أن يجمع الفريقين على طاولة واحدة للتفاوض وإن كان بشكل غير مباشر. ولكن لا توجد، لم يعلن عن رؤية متماسكة أو حل سياسي مطروح على الطرفين بحيث يمكن أن يجري التفاوض عليه. وبالتالي أنا في تقديري أن هذه المفاوضات ولدت ميتة أصلا قبل أن يتعلل الحوثيون بهذه العلل وهذه الحجج يعني الواهية. فالمفاوضات لا تتوفر لها الأرضية الناضجة المناسبة لأن تحرز تقدم ولو طفيف على المستوى الجوهري. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور عبد الله، ورحب بمن ينضم أيضا لنا من تعز هذه المرة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحديثي. أرحب بك دكتور. دكتور، مارتن جريفيث في سياق الحديث في مؤتمر الصحفي يتحدث على أن الحوثيين كما سماهم حركة أنصار الله كانت راغبة بالمجيء، لكن هناك معرقل هذا المجيء. وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي اليماني يتحدث على أن تصريحات المبعوث الخاص تعمل على ترضية الجانب الحوثي. في إطار ما حدث خلال هذا يعني الأيام الأخيرة وما يتعلق بمشاورات جنيف، كيف ترى هذا التباين في التصريحات؟ مرحبا بك وبالجمهور الكريم. طبعا ينبغي أن نفهم دور المبعوث الأممي في سياقه الطبيعي لدوره في مسعاه الأممي لحل سلمي بين الطرفين. لا يستطيع أن يكون وسيطا وهو متحيزا لأحد، لأن هذا لطرف دون آخر، لأن ذلك سيدفع الطرف الآخر الامتناع والرفض، وبالتالي ستنتهي مهمة المبعوث الأممي وسيعلن فشله. وبالتالي الوساطة في مسعى الحل السلمي وفق الفصل السادس اللي مثل هكذا مبعوثين سواء من الأمن العام أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يشتغلون إلا وفق جر الأطراف، محاولة جر الأطراف إلى طاولة الحوار يعني. وأي فشل في هذا الجانب هو فشل سيعود إلى الأمم المتحدة نفسها وإلى مبعوثيها. فلا نستطيع أن نلوم المبعوث الأممي سواء كان أداءه، ولا نستطيع أن نقيمه إن كان أداءه جيدا أو سليما أو خاطئا، إلا في فهم دوره الحقيقي في هذا الإطار. يعني هو بعث لكي يقرب الأطراف إلى أي حوار يخترق من خلاله على الأقل الجلوس على طاولة المفاوضات. هو الآن لم ينجح حتى لأن نعيدهم إلى ما كانوا عليه في محاورات الكويت.
التي جلسوا وجها لوجه أكثر من شهور، وهذا كان اعتبار نجاح واختراق للمبعوث السابق، بينما المبعوث الجديد هو أقنعهم بصعوبة بالغة أن يكون هناك مشاورات من وراء ستار، أي أنهم يجلسوا في غرفتين متجاورتين ثم ينتقل الفريق المتخصص لينقل وجهة النظر. طبعا هذه عودة إلى ما قبل الصوت كما ذكرت سابقا. لا نستطيع أن نلوم على كل المبعوث الأممي بتصريحاته، فهو يعمل وفق سياق معين لأنه لا يريد أن يفشل إذا حدد موقفا، وإذا حدد موقفا عليه أن يستقيل أو يعتذر على المهمة، وهذه ليست من طبيعة المبعوثين في هذا الشأن. الخالد اليماني وهو يتكلم باتهام غير صحيح، يعني لا نستطيع أن نتهم كمسؤول رسمي، أنت لا تستطيع أن تتهم بدون براهين. انظر إلى طبيعة العمل الدبلوماسي الأممي، لا يقوم على مسألة تحديد المواقف وحديتها. الحوثيون طبعا في سياق هذه المفاوضة تحديدا في دنيات المشاورات في دنيات تستطيع تقول أنهم لا يرغبون بها، ولكن لا يوجد العلاج لأنهم رافضون حتى لا يخسروا الرأي العام المحلي والدولي. والحكومة هي تسعى للاستجابة بشكل مبكر، مع أنها في وضع تستطيع أن تحتم عسكريا إذا توفرت الإرادة على الأرض، ولكنها تريد أيضا أن تبدي الحوثيين في موقف المتعنت وموقف الرافض للحوار، أي أن هناك ملعب سياسي من جميع الأطراف بما فيهم الحوثيين يلعبون لعبتهم على المستوى الداخلي والخارجي. وكذلك الحكومة تسعى لأن تستعطف الجانب الدولي في الضغط على الحوثيين. الضغط على الحوثيين لن يكون مجديا، لأنك أنت تحاور طرف يعتقد بأن السلطة له مفروضة من الله، وبالتالي لكي تحاوره عليك أن تقر مبدئيا بأن هذا الطرف هو صاحب الحكم الشرعي بالحق المطلق من الله. والحكومة لا تفعل لذلك، والمجتمع الدولي لا يفعل لذلك. طيب سنعود إلى تحليل مسألة لماذا يعني هذا التطور أو عدم قدرة المبعوث الأممي هذا على جلب الحوثيين إلى طاولة المشاورات بعكس ما شاهدناه مع إسماعيل ولد الشيخ. لكن قبل ذلك دعني وأرجو أيضا من الدكتور البقاء معنا، أرحب الآن بمن ينضم إلينا المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي لكن من جنيف. أرحب بك سيادة المستشار، هل يعني اقتنع الآن أو بدأ الوفد الحكومي بتجهيز نفسه للعودة إلى الأماكن التي كان يتواجد فيها الأعضاء باعتبار أن مشاورات جنيف انتهت تماما؟ أستاذ بليغ، أستاذ بليغ، إذن الاتصال يبدو غير جاهز بعد. أعود إليك دكتور عبد الله، الرئيس هادي بالأمس تحدث بخطاب للشعب يطالبه بالصبر، برأيك في سياق ما جرى بمشاورات جنيف، طبعا هو دعم الوفد التفاوضي الذي ذهب إلى جنيف، في سياق ما جرى الآن في مشاورات جنيف، هل ووجود الرئيس في نيويورك، هل ترى أن إدارة الأزمة، إدارة الملف اليمني من قبل الرئيس هادي على المستوى، أم أن هناك بعض نقاط الخلل فيها؟ كلا، الرئيس هادي لا يدير هذه الأزمة كما ينبغي، ولا يتصرف على النحو الذي يعني بيده، أي لا يستخدم ما يتوفر له من القوة. أخي الكريم، الرئيس هادي يملك الشرعية الدستورية التي لا يملكها طرف في اليمن اليوم، لا الحوثيين يملكون هذه الشرعية ولا الأطراف الانفصالية التي تظهر بين الحين والآخر هنا وهناك تملك هذه الشرعية. الرئيس هادي يتفوق عليهم جميعا بامتلاك الشرعية الدستورية، وبالتالي فهو الطرف المعترف به إقليميا ودوليا، ولا يستخدم يعني هذه القوة وهي قوة بالغة. الرئيس هادي يملك أيضا القوة الصلبة، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهو لا يستخدم أيضا هذه القوة على النحو الذي ينبغي في استرجاع يعني سلطاته وهيبة الحكومة وفرض أجندته على الأرض. الرئيس هادي إلى هذه اللحظة رغم كل يعني الإخفاقات وال يعني الفشل السياسي والتنموي والإداري في المناطق المحررة، رغم كل ذلك فلا زال الرئيس هادي يتمتع بقدر لا بأس به من التأييد الشعبي. الشعب اليمني إلى هذه اللحظة لا يزال يلتف حول الرئيس هادي، ليس لذاته ولكن لما يمثل
يعني من يعني شرعية دستورية. فالرئيس هادي يمتلك يعني مصادر قوة متناهية متعاظمة ولكنه لا يستخدمها. فردا على سؤالك، أنا أعتقد أن الرئيس هادي وحكومته لا يستخدمان الصعوبات الدستورية الممنوحة له، وبالتالي فهو لا يدير هذه الأزمة على النحو الذي ينبغي. مطالبة الشعب اليمني بال يعني الانتظار والصبر، يعني أنا أتصور هذا كلام في عالم السياسة يعني فيه نوع من يعني العبثية. عالم السياسة لا يدار يعني بالأماني وبالتمنيات وبمثل هذه يعني العواطف، وإنما يدار بإجراءات حقيقية على الأرض. المفاوضات إن أخفقت في الالتئام هذه المرة، أنا في تقديري أنها سوف يعني في نهاية الأمر سوف يستطيع المبعوث الأممي أن يجمع الفرقاء، ولكن يبقى السؤال ما الذي يمكن أن تفضي إليه هذه التفاوض هذه المفاوضات؟ هل سوف تكون كسابقتها؟ وهذا هو الأرجح، وهذا السؤال ربما يعني ننتظر إجابته في حال عادت المشاورات. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى دكتور عبد الله. أعود أو ينضم إلينا مجددا من جنيف المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي. سيد بليغ، كنت سألتك حول هل يعني جاءت الآن بعد أن انتهت مشاورات جنيف بشكل أو بآخر، هل سيعود الوفد التفاوضي الحكومي أم أن هناك مهام تبقى له في جنيف؟ نعم، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. بالنسبة للوفد الحكومي بالتأكيد وقد اتخذ قراره بالمغادرة وسيغادر، لا توجد أي مهام أخرى الآن في ظل فشل المبعوث الأممي في إحضار الطرف الآخر أو الطرف الميليشيات الانقلابية إلى جنيف، وبالتالي لا يوجد مبرر لبقاء الوفد الحكومي في جنيف. طيب إذن طيب في سياق حديث المبعوث الأممي بأن الانقلابيين كانوا يريدون القدوم لكنهم لم يأتوا، ما الذي فهمه الوفد التفاوض الحكومي من ذلك؟ للأسف الشديد يعني كان المبعوث ربما جانبه الصواب، أو أن المبعوث الأممي كان حريص على عدم الحكم على مهمته بالفشل أو على عدم استعداد طرف الميليشيات الانقلابية، وربما أنه وصلته رسائل غير إيجابية من طرف الحوثيين بأنه إذا حملهم المسؤولية فإنهم لن يستقبلوا مجددا في صنعاء، وهذا بالتأكيد سيكون نهاية لمهمته كمبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن. فحاول أن يمنحهم بعض الوقت أو يمنحهم فرصة إضافية. كان الرد من قبل رئيس الوفد الحكومي المعالي وزير الخارجية السيد خالد اليماني واضحا جدا عندما تحدث، أنه قال أنا مستغرب من حديث المبعوث الأممي عندما تحدث عن أن الطرف الحوثي كان مستعدا للقدوم ولكن حصلت بعد العراقيل. فقال فيما كان الحديث دائما أمامنا وأمام الداعمين للعملية السياسية، يعبر عن استياءه وعدم ارتياحه للموقف الحوثي واشتراطاتهم الاشتراطات الإضافية بعد تحديد الموعد أو في اليوم الذي كان من المفترض فيه وصولهم إلى جنيف بعد أن كانت الطائرة في طريقها إليهم في صنعاء. طيب هل يعني ذلك أن الوفد الحكومي قد لا يتعاون بالشكل الكافي في الأيام القادمة مع المبعوث الأممي وفقا لهذه التصريحات؟ لا، يعني بالنسبة للوفد الحكومي الحكومة ملتزمة بالسلام دائما، ولطالما أعلنت عن يعني التزامها بمسار السلام الذي دعمه الأمم المتحدة ودعمه المجتمع الدولي، وأعلنت الحكومة عن يعني استعدادها للذهاب إلى أي مكان في العالم للتشاور حول عملية إنهاء الحرب وإنهاء الانقلاب واستعادة السلام الدائم والشامل والعادل لكافة أبناء الشعب اليمني. لكن يعني في ظل هذه المعطيات بالتأكيد سيكون هناك إجراءات إضافية ستستخدمها الحكومة في أي مشاورات قادمة، معناه أنه لا يمكن لأي وفد حكومي الآن أن يذهب إلى مكان التفاوض دون أن يكون هناك ضمانات للوصول الوفد الطرف الآخر. بمعنى يعني مثل ماذا هذه الضمانات؟ أن يصل وفد الحوثيين مثلا إلى مقر التفاوض قبل أن يصل الوفد الحكومي، أن تقوم الأمم المتحدة بالتكفل بعملية نقل الوفدين في نفس الوقت، أن يكون على الأقل أن يكون هناك ضمانات لوصول الوفد الطرف الآخر. لكن نحن منذ جنيف الأولى والحوثيون يراوغون ويستخدمون المشاورات، يستخدمون رغبة المجتمع الدولي ورغبة الأمم المتحدة لتحقيق قصة نجاح في الملف اليمني للحصول على مكاسب إضافية، وبالتالي في كل جولة مفاوضات يعني تحدث كثير من هذه المشاكل. يتأخر الوفد الحوثي يصل إلى مقر التفاوض ولا
يلتزم بالبدء بعملية المشاورات. في جنيف واحد تأخروا لثلاثة أيام، في جنيف في بيل وصلوا إلى مقر التفاوض ومتنعوا عن الالتحاق بالمشاورات، في الكويت تأخروا لأربعة أيام، والآن في جنيف أفشلوا هذه المفاوضات بعدم المجيء. طيب الآن هل تدعم الحكومة الجهود التي أعلن عنها المبعوث الأممي بأنه سيذهب إلى مسقط وصنعاء للنقاش بشأن المشاورات؟ هذه الجولة من المشاورات يفترض أنه قد تم الإعداد لها منذ شهرين. المبعوث الأممي تسلم مهامه منذ أكثر من 8 أشهر وهو يعمل على هذه، يعني لم يقدم أي شيء منذ استلام المهمة. هذا كان يعني أو مشاورات جنيف ثلاثة كانت الاختراق الوحيد الذي كان سيقدمه أو سيقوم به مارتن جريفيث في جدار العملية السياسية المتعرقلة منذ ما بعد مشاورات الكويت. الآن يعني هذه الجولة من المشاورات كان يتم الإعداد لها منذ شهرين، إذا كانت شهرين لم تكفي للإعداد بما في ذلك الترتيبات اللوجستية وإقناع الأطراف والتفاهم على وإعلان والتفاهم على أسماء الوفد وعلى القضايا التي سيتم مناقشتها، إذا هو سيذهب إلى صنعاء من أجل ماذا؟ هو يتحدث عن أسبوعين ويأمل أن تتم جولة أخرى من المشاورات خلال أسبوعين. لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون بالسهولة التي يراها مارتن جريفيث، لكن هو من حقه أن يتحدث هكذا، هو موظف أممي ولديه وظيفة ولديه مهام، وبالتالي من المستحيل سواء كان مارتن جريفيث أو أي مبعوث دولي آخر أن يحكم على مهمته بالفشل. بالتأكيد وسيمنح نفسه مزيد من الوقت ومزيد من الفرص لتقديم أي شيء وفي في في مجال أو في الوظيفة التي هو يعمل فيها. نعم، أشكرك المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. بعودة إلى الدكتور فيصل الحذيفي والمعذرة بطبيعة الحال على الإطالة، سمعت ما تفضل به السيد بليغ، أرجو أن تكون سمعت ذلك. هل ترى أن الحكومة ستستطيع في الوقت القادم يعني الثقة بمارتن جريفيث وبما يمكن أن يقدمه من ضمانات لاستئناف أي مشاورات قادمة؟ تقريبا الآن المبعوث الأممي لم يتمكن من إعادة جمع الطرفين على طاولة مفاوضات واحدة، ربما يقوم بإجراء المشاورات عن بعد بالانتقال مع فريق عمله بين الطرفين كل في موقعه، ممكن ينتقل بين صنعاء والرياض وعدن ليوجز الحد الأدنى مما يمكن الاتفاق عليه، وما هو مطروحا في طاولة المشاورات في جنيف وكانت موضوعات سطحية، يعني فقط لإعادة بناء الثقة، هذه رقم واحد. رقم اثنين حتى يجتمعان بشكل من المشاورات الغير مباشرة إلى المفاوضات المباشرة. رقم اثنين إطلاق أيضا المحتطفين لدى الطرفين، وهذه أيضا تعتبر من علامات الثقة. الحوثيون يطرحون فتح معابر الحصار على تعز مقابل فتح مطار صنعاء، كذلك ممكن تطرح في آخر الأمر إمكانية تسليم الحدود بشكل سلمي منعا لهذا المواطنين، يعني هي خارج سياق المهمة الأساسية لحل المشكلة اليمنية. المشكلة اليمنية مشكلة عويصة، هي صراع بين شرعية وانقلاب، وهناك دولة تم ابتلاعها بقوة السلاح وبدعم خارج إيراني، والآن هناك حرب الوكالة للتخاف في اليمن بين إيران والسعودية أو بين إيران ودول الخليج. يعني القضية أعمق من البحث عن إغاثة أو فتح طريق أو فتح مطار، يعني فقط هي إعادة بناء الثقة، هذا هو ما يستطيع أن يحققه المبعوث الأممي كاختراق لنجاح معين، لأن من سبقه حققوا نجاحات معينة في جمع الأطراف وسواء اتفاقية السلم والشراكة بالنسبة لجمال بن عمر أو ابن الشيخ في مفاوضة الكويت، يعني الرجل الآن لم يجد شيئا ذا قيمة، وهو يريد أن لا يخرج من المهمة فشلا ذريعا. طيب هذا ما يبعث إلى التساؤل، وأنقل هذا التساؤل للدكتور عبدالله الغيلاني. دكتور عبدالله، لماذا لم يأتي الحوثيون إلى جنيف وكانوا قد يعني سبق لهم بشكل أو بآخر أن ذهبوا إلى مثلا الكويت أو إلى جنيف من قبل؟ نعم، أولا أخي الكريم، المسألة ليست مسألة تحقيق نجاح شخصي لمارتن جريفيث أو غيره، هذا لا يفيد اليمن شيئا. حتى وإن اجتمع الطرفان وتحقق لجريفيث هذا النجاح الشكلي، فإنه على المستوى الجوهري لا يضيف شيئا إلى الأزمة اليمنية. ردا على سؤالك، الحوثيون في تقديري أنهم في هذه اللحظة سيمارسون شيء من الابتزاز، وقد بدأوا في ممارسة هذا الابتزاز لانتزاع أكبر قدر من المكاسب. أنا كما قلت أن اللحظة التاريخية على المستوى الاستراتيجي الوقائع على الأرض نسبيا هي مريحة بالنسبة للحوثيين.
يعني لم يتم تحرير ساعد، لم يتم انتزاع الحديدة ويعني مينائها من الحوثيين، فهم نسبيا في وضع مريح. ففي تقديري أنهم سوف يمارسون قدر أكبر من الابتزاز بحيث أنهم يتحصلون على أكبر قدر من المكاسب، سواء فيما يتعلق بيعني فك يعني رفع الضغط أو الحصار عن بعض النقاط، فيما يتعلق بقضية الأسرى، فيما يتعلق بالسماح للجرحى بأن يتوجهوا إلى أماكن معينة لتلقي العلاج، فسيسعون إلى يعني الحصول على هذه المكاسب قبل الدخول في التفاوض. ولكن أحسب أن التفاوض أو اللقاء في حد ذاته سوف يحدث، في تقديري أن مارتين غريفيث بعد هذا الفشل الإداري أو الفني سيتجه إلى يعني عواصم القرار في المنطقة مسقط تحديدا، وسيطلب ربما من الحكومة العمانية ممارسة شيء من الضغط على الحوثيين بحيث أن يستجيبوا، وفي نهاية المطاف قبل نهاية العام أنا في تقديري أن سوف تعقد يعني جولة جنيه ثلاثة، ولكن كما قلت قبل قليل لن تفضي إلى شيء ذي بال، وإنما سوف تكون مجرد طيب. لقاء، وبطبيعة الحال سوف يعني يخرج المبعوث الأممي ليباهي بهذا النجاح، ولكن جوهريا لن يحدث شيء على الأرض ما لم يحدث تحول حقيقي في موازين القوى على الأرض. عندئذ إذا شعر الحوثيون بأنهم معاصرون وأنهم مضطرون اضطرارا إلى القبول يعني ما يفرض عليهم أو ما يطلب منهم في هذا التفاوض السياسي، ما لم تحدث هذه التحولات يعني الاستراتيجية على الأرض، فإن يعني مسار التفاوض سوف يبقى يراوح في هذه المربعات الشكلية. طيب أنتقل إلى دكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، هل تتفق بأن الحوثيون يمارسون المزيد من الابتزاز على المستوى السياسي في إدارة الأزمة؟ لأن هناك من يطرح أن أحداث ديسمبر الماضي، ونعني هنا إقصاء الحوثيين لشريكهم في الانقلاب المخلوع على عبد الله صالح، هو ما أدى إلى دور سياسي ضعيف هذه المرة، وتحول سقف المطالب لإيقاف إطلاق النار في اليمن إلى إخراج بعض الجرحى في الطائرة التي تنقلهم. طبعا الطرف الحوثي يعول على إطالة أمد الحرب، لأنها مع هشاشة أداء السلطة الشرعية على الأرض وإدارة التحالف في المعارك هم يحصلون على نجاحات، وبالتالي طول المدة دائما تنعكس إليهم إيجابا. وإذا نظرت إلى الأرض فتجد بأن الحوثيون متفوقون على السلطة الشرعية بأن يقع تحت حكمهم أكثر من 80% من السكان، يعني أنت عندك أكثر من 20 مليون يقعون تحت الإدارة الحوثية، وبالتالي هؤلاء يدفعون ضرائب أتاوات، أيضا هو الشعب الحقيقي الثقيل والكتب الصلبة للمجتمع اليمني، بينما لا يزيد عدد العشرة مليون في الجهة الأخرى في المناطق المحررة. المناطق المحررة هي جغرافيا أكثر منها بشر، يعني ماذا ستفعل بالجغرافيا والأمة كلها تقع تحت الحوثيين؟ وبالتالي هم يؤهلون على كسب مزيد من الوقت على الاعتراف بهم كطرف رئيسي مساوي للسلطة الشرعية، وهذا ما بدأ يتغير في الخطاب الأممي. هذه الكارثة، يعني الرقم القرار 22/16 صنفهم باعتبارهم انقلابيين امام سلطه شرعيه، وبالتالي ولا بد اذا من خطوات جديه لتنفيذ هذا القرار. اشكرك دكتور فيصل الحذيفي استاذ علوم سياسيه في جامعه الحديده، وكذا دكتور عبد الله غيلاني من مسقط الاكاديمي والخبير الاستراتيجي، والشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. الى اللقاء.